السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هاني الخوت لاباس عليكم كنتمنى ربي دائما تكونوا في اتم الصحه والعافيه كنعتذر الا غبت عليكم فانا كنوجد المواضيع وكنوجدوا الحصريات كما وعدتكم غيكونوا حصريات في القناه وكين مفاجات وكين جيف انا كنقول لي فان ديال القناه وكنقول بالنسبه للاخوه اللي متبعين القناه احمد جبرو وتايقين في هذا الكونسيبت فتوقعوا مفاجات في القناه عما قريب فلهذا المرجو دابا تقدروا ديروا لايك لهذا الفيديو حيت فريمون متعوب عليه كما شوف الانترو دونك سيبور ديالكم حافز مهم باش نكملوا في هذا الكونسيبت موضوع الحلقه حول كارت جرافيك ال RTX 2060 كما شوف الانترو الخوت فهاد الكارت جرافيك فريمون التجربه ديالي معاها زوينه بزاف فلهذا كنت نبارطاجي مع الخوت الناس اللي تفرجوا في فيديو ديال سيتاب جيم فاش مشينا الرباط و وشرينا كارت جرافيك وركبناها في بيسي راه عارفين هاد الفيديو داير على ال RTX تي اكس 2060 قبل ما نمشيو للبنش مارك ونشوفوا الكارت جرافيك كيفاش كتخدم مع لي جو ضروري تسمع هاد لي باش الا كنتي كتفكر تشري كارت جرافيك كون على يقين هاد المعلومات اللي غتسمع هما اللي غادي يخليوك تاخذ 2060 ار تي اكس اولا نبداو بالميموري ديال ار تي اكس الميموري الخوت كتجينا ب 8 جيجا في فيرا عارف بلي كاين الناس اللي كيبغيو 12 جيجا في فيرام ولكن هذه انا بالنسبه ليا كافياني 8 جيجا فيرام وكمعلومه اخرى بالنسبه ار تي اكس 2060 كات سيبورتي الفي ار يعني الواقع الافتراضي الا عندك شي خوده ديال الواقع الافتراضي دي ممكن تلعب في البي سي ديالك فقط بالار تي اكس 2060 وغتاخذ احسن تجربه أه طبعا هذه التجربه هذه ما درتهاش انا شخصيا ولكن بلو بار ديال اليوتيوبرز اللي عندهم ديجا الفي ار فخدموها مع ال 20 60 فريمون عطاتهم واحد الكاليتي زوينه وكانت احسن تجربه عاشوها مع ال RTX بالنسبه لهاد الكارت جرافيك كتستهلك 175 واط بالنسبه للخوت اللي باغيين ياخذوا ال RTX تي 20 نصيحه انك تاخذ الباور سبلاي 550 واط يعني ما تاخذش قل من 550 واط حيت اصلا الكارت جرافيك كتكونسومي 175 واط ودابا غنجي لواحد النقطه مهمه اللي هي الماكسيموم ريزوليسيون يعني هاد الكارت جرافيك كتقدر توصل الدقه ديالها دقه الوضوح الصوره حتى لل4K حتى Ultra HD وبشحال ب120 هرتز وي اه, كاين كاين الالعاب ما كيوصلوش ل120 هرتز ولكن الاغلبيه كيقدر يفوت 60 اف بي اس 80 اف بي اس 90 اف بي اس دونك بالنسبه لي انا مزيانه كارت جرافيك بهذه المواصفات وبهذا الثمن اللي غنذكر لكم في الاخر يعطينا هذه الدقه هذه ودابا وصلنا لواحد المعلومه اللي انا شخصيا سولت راسي علاش باغي RTX فهاد المعلومه اخي الكريم ان هاد الكارت جرافيك كتدعم تقنيه رايت تريسينغ وهاد التقنيه اخي الكريم من ار تي اكس تعني باختصار تتبع الاشعه يعني الا كنتي كتلعب شي جيم واللعاب غادي به والظل ديالو من موراه او في جنبو فالظل اخي الكريم كتشوفو اكثر واقعيه فعلا هاد التقنيه هادي خاصها موضوع خاصها حلقه انا فقط عطيتكم غير واحد صغيره على هاد التقنيه ديال راي تريسينغ بالنسبه لي بور اللي كاينين في هاد الكارت جرافيك كيجيونا فقط جوج ديال لي بور بور ديال ديسبلاي و بور ديال اش دي إمي. بالنسبه للخوت اللي كيفكر يشري كارت جرافيك ضروري ومؤكد انك تاخذ كارت جرافيك فيها ديسبلاي ماشي غير الاتش دي إمي بوحدو تاكد دائما ان الكارت جرافيك كتسيبورتي الاتش دي إمي والديسبلاي غتقولي احمد علاش بالضبط ديسبلاي صافي عندنا الاتش دي إمي علاش ديسبلاي لا كاين فرق بالنسبه للاتش دي ايمي كيسيبورتي 60 هرتز يعني 60 اف بي اس ولكن ديسبلاي بور كي سيبورتي لنا 120 اف بي اس فهمتي دابا علاش كنقول لك تاكد من ان كارت جرافيك كتسيبورتي بور ديال ديسبلاي واحد المعلومه قبل ما بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو هاد الكارت جرافيك من عند سيتاب اب جيم او سي بي سي كاين بزاف ديال الخوت كيقول لك لا راه خصنا الام اس اي لا صاحبي هادي راه خويا بالنسبه لهاد الكارت جرافيك من شركه او سي بي سي فالشركه امريكيه ودخلت الموقع ديالهم فريمون ناس واعره ناس كتخدم ولكن انت كتركز على لي مارك واللعيبات فالام اس اي راه كعرف غالي شويه ولكن الا كنت باغي كارت جرافيك تخدم بها نيشان وتلعب بها فانت اخي الكريم عندك اختيار ديال او ممكن تشريها وممكن تلعب بها وتعطيك نفس التجربه ديال إم اس اي ودابا غنجيو لمعلومه اخرى بالنسبه للخوت اللي باغيين يشريو الار تي اكس 20 وكيقول انا من الافضل انني ناخذ الار تي اكس 20 80 اخي الكريم ما بين 20 60 و 20 80 ما كاين حتى شي فرق لهذا الا لقيتي ال 20 80 غاليه في الثمن او لا طالعه شويه في الثمن من الاحسن خذ 20 60 وغتعطيك نفس المواصفات ديال 20 80 واجيو دابا عند الناس صحاب الايديتينغ صحاب المونتاج الناس اللي كتصور فيديوهات وكتبغي دير كونسيرت وكتبغي تمونطي بالادوبي برومير برو افتر افكت فهاد الكارت جرافيك غتكون احسن تجربه عندك في الايديتينغ اول هاد الناس هما اصحاب الطروات الناس اللي كتخدم برامج ديال التريدي كون على يقين اخي الكريم ما غتندمش الا خديتي هاد الكارت جرافيك اما المحرر العادي يعني الايديتور العادي فاخي الكريم راه التحرير بهاد الكارت جرافيك راه التجربه ديالي فريمون تجربه واعره وان شاء الله غتكون حلقه في القناه على المونتاج بالار تي اكس سواء في الافتر افكت سواء في الادوبي برومير برو واخر حاجه هي صحاب الديزاين اي واحد خصك في الديزاين فاخي الكريم هاد الكارت جرافيك غتناسبك بواحد الشكل زوين وغادي تادي معاك الواجب وكتر فشنو فيها لهبطتي دابا درتي جام وتابونيتي معنا فلاشين معلومه اخرى خوت علاش كنعطيكم هاد لي زانفو باش تكون عارف الكارت جرافيك اللي غتاخذ شنو فيها ماشي انت غتاخذ غير السميه ولا الام اس اي ولا حق باغي غير اللعب من الافضل انك تعرف هاد المعلومات حيت فيهم غتلقى داكشي اللي باغي فلهذا جبد ورقه وستيلو اونو في خاطر كل دير بوز الفيديو وقيد هاد المعلومات باش فوا تبغي تشري كارت غرافيك بالمواصفات اللي باغي نتا هاد الفيديو غيكون هو المرجع ليك بالنسبه لجوده الصوره غنهضروا على الفول اتش دي وغنهضروا على الفور كي بالنسبه للفول اتش دي كتوصل معك حتى ل 120 اف بي اس يعني غتلعب ب 120 اف بي اس وانت مرتاح ونزيدك واحد المعلومه الكارت جرافيك الخطره ما كتسخنش ما كتوصلش درجه الحراره ديال ماكسيموم 50 54 والدليل غنشوفوه في البي سي اما بالنسبه لدقه الفور كي كتوصل حتى ل 120 اف بي اس كيفاش 120 اف بي اس بغيتي تقول لنا باللي هي احسن من البي اس 5 كارت جرافيك ما كتوصلش ل 120 اف بي اس ولكن كتفوت ال 100 اف بي اس سيرتو في جي تي بالنسبه لكارت جرافيك كتسيبرت الفور كي عارف باللي كاينين الالعاب ما كيوصلوش ل 120 اف بي اس ولكن ملي كنهضروا على كارت جرافيك بهذا السعر وبهذه المواصفات وكتسيبورت لك الفور كي وكتقدر تلعب حتى ل 100 اف بي اس خويا شنو شنو كتسنى دابا نوض تشري ال RTX تي اكس وخدمها في بي سي جيمر ديالك ما تلعب ولكن كاينه واحد النقطه خصك تنتبه ليها الا بغيتي تلعب ب 120 اف بي اس سواء في الفور كي سواء في الاش دي خاصك ترد البال التلفازة أو للمونيتور التلفازه اولا المونيتور تي في بوحدها والمونيتور بوحدو بالنسبه للتيفي نتوما راكم عارفين الناس اللي كتفرج في الافلام وداك الشيء والمونيتور كيكون خاص بالجيمين خاص بالناس ديال الايديتينغ فلهذا رد البال ان المونيتور ديالك كي سيبورتي 120 اف بي اس يعني تقدر تاخذ مونيتور فيه 165 هرتز يعني يقدر يسيبورتي لك 120 اف بي اس بالنسبه لهذ المصطلحات ديال الهيرتز والاف بي اس راه بحال بحال 120 اف بي اس كتعادل 120 هيرتز متفقين يعني الا كنتي من عشاق ديال الاف بي اس وكتبغي تلعب واحد الاف بي اس عالي رد البال المونيتور اللي غتاخذ ما تكونش قل من 120 هيرتز واخر معلومه على هاد الكارت جرافيك بالنسبه لهاد الكارت جرافيك الخوت خديتها انا شخصيا حيت فيها تقنيه ديال دي ال اس اس تقول لي احمد حنا راه ما تنفهموش في المصطلحات اشرح لنا خويا بالنسبه لهاد الخاصيه ولا هاد التقنيه اللي كاينه في انفيديا التقنيه كتخدم بالذكاء الاصطناعي عرفتوا شنو هي الذكاء الاصطناعي مع الار تي اكس سيرتو نتوما كتشوفوا التطور ديال الذكاء الاصطناعي غتعطينا خويا هاد التقنيه هادي الحق اننا نرفعوا الصوره من صوره منخفضه يعني مثلا انت كتلعب فول اتش دي غتهز الفول اتش دي بالذكاء الاصطناعي غتوصلها حتى لل4 كي اه الفور كي وب 120 اف بي اس وربما اكثر من 120 اف بي اس لان التقنيه كتخدم حتى على الاف بي اس كطلع لك الاف بي اس وكتعطيك واحد الصوره اللي شبيهه بال 4 بالالوان ديالها ب... ورا صاحبي راه الذكاء الاصطناعي هذا واش عندك في شك حتى لهنا الخوت غنكونوا عطينا بزاف ديال المعلومات على هاد ديال الكارت جرافيك ودابا غنمشيو للبي سي بالكونفيغوراسيون ديال البي سي ديالي غنشوفوا البنش مارك وغنشوفوا هاد الكارت جرافيك لاش ممكن توصل والالعاب اللي ممكن تخدم ولكن قبل ما تمشيو حافتو دابا ديروا سبسكرايب الا كنتو اول مره كتشوفوني وكذلك اللايك لهذا الفيديو حيت كما قلت لكم فيديو متعوب عليه <applause> فوالا الخوت دابا غنديرو تيست لواحد اللعبه اللي غنيه عن التعريف اللي هي ريزيدنت ايفل بالنسبه كما كم كتشوف اخي الكريم هذه اللعبه غنلعبوها على, على ستيم بطبيعه الحال بالمود ديال الاوفلاين كما قلت لكم بالنسبه للصديق ديالي اللي كيبيع لي جيم والجيم باس غادي نخلي لكم النمره ديالو في اسفل الفيديو راه عنده حتى الالعاب بطبيعه الحال هذه اللعبه راه من عنده ريزيدنت ايفل دونك غنديرو بلاي ونشوفو البنش مارك شنو غيعطينا في لعبة ريزيدنت ايفل طبعا الحال كما قلت لكم الاف بي اس عندنا 60 اف بي اس نظرا لان المونيتور عندي كيدعم الكي كي فقط 60 هرتز دونك اسف اخوتي الكرام ولكن ان شاء الله غناخذوا مونيتور اللي كيدعم يعني 165 هرتز باش ناخذوا واحد التجربه اللي هي زوينه بالنسبه كما كتشوفو اللعبه فهي باللغه العربيه ريزيدنت ايفل صراحه جرافيك واعر فيها بدء اللعبه صراحة اللي عجبني في هاد الكارت جرافيك هو درجة الحرارة خمسة أه, درجة انا الماكسيموم كاع ما فاتتش الخمسين درجة ما عقلتش على راسي شي نهار لعبت ووصلت درجة الحرارة لكثر من يعني خمسين صراحة خمسة كتبان لي بلي الكارت جرافيك ما كتسخنش أه, بالنسبة للبيت عندي البيت راه بارد بطبيعة أه, الحال حتى أه, الكيس حتى هو مهوي بزاف عندي ثلاثه ديال الفرفارات دونك حتى البلاصه اللي كنتي فيها مثلا ف... انا عندي الدار السفليه بارده حتى هي كتاثر على على الكارت جرافيك وعلى درجه الحراره ديالها فلهذا انت كتشوف 45 درجه ما الا كنتي في بلاصه سخونه والبيت سخون اكيد داك الهواء السخون اللي كيدور عندك في البيت هو اللي غادي يخلي الكارت جرافيك تزيد سخون كما كتشوف 45 درجه 46 درجه بالنسبه للاف بي اس عندنا 60 اف بي اس دابا نديروا لعبه جديده اولا تحميل لعبه ديروا تحميل اللعبه

كما قلت لكم الخوت انا راه كندير فقط تجربه على البنش مارك يعني ما غاديش نلعب الجيم فوالا كما كتشوفوا درجه الحراره وصلت ل 52 هذا الشيء اللي عجبني صراحه في هذه الكارت جرافيك انها ما كتسخنش يعني هذا هو لافونتاج اللي كاين في هذا أكس تي اكس 2060 بالنسبه للجي بي يو باور يعني واحد 91 واط صراحه كنشوف يعني كارت جرافيك مناسبه لاي واحد باغي يبدا في عالم ديال الجيمين نصيحه خذ ال 20 60 ولا بغيتي يعني تزيد دير ابجريد فانت غتمشي ل اكس 30 انت وجيبك اخي الكريم ودابا غادي نجرب لعبه هوريزون زيرو داون بالنسبه لهذه النسخه حتى هي متوفره على ستيم اللي بغاها فيتواصل مع الاخ اللي غادي نخلي لكم الرقم ديالو في اسفل الفيديو بالنسبه لهاد الجيم اخوتي الكرام راه ما, را ما اولا اللعبه باللغه العربيه يعني اللهجه لغه عربيه الجرافيك ما يمكنش. غنديرو متابعة حنا اللي كيهمنا الخوت بالنسبة للكارت جرافيك هو درجة الحرارة وكذلك الاف بي اس وما تبقى فقط غير كتشوف يعني شحال كتكونسومي كارت جرافيك المراوح واش يعني فليطا ديالهم نورمال ولا لا السي بي يو درجة الحرارة ديالو <applause> انا عندي رايزن 5 كيسخن اما بالنسبة يعني بغيتي تعرف حتى الفيرام راه كاين فيرام كلوك تا هو راه عندك جي, بيو جي بي يو باور تو راه عندك الجي بي يو كلوك تو عندك كذلك كتشوف عندك النسبه المئويه ديال استعمال الكارت جرافيك ايلوي ايلوي نخليكم تمتعوا بهذه الصوره دقة أوه الكثير من الحبات لو باب العربية راه ما يمكنش يا لك من جامع يا باستا الصغير والآن اذهب وابحث عن المزيد ما نهضروش على الفول اش دي خويا الفول اش دي اللهم بارك أما الفور كي هضرة أخرى أحسنت فتن طيب وفي الختام أخي الكريم شكرا بزاف على المتابعة ديالك هاد الفيديو وما تنساش دير لايك الا كنتي مازال ما درتيش واي سؤال اي استفسار ما ترددش خلينا لنا سؤال ودخل عندي الانستغرام حتى الخوت اللي كيهضروا معايا في واتساب راه كنجاوبهم فمرحبا بك ألف مرحبا وما تنساش باللي راه كاينين فيديوهات حصريه غتكون في قناه احمد جبر ان شاء الله بزاف ديال المعلومات القناه غادي تطلع لواحد ليفل اخر اللي غيكون غي فيه بزاف ديال البلانات ان شاء الله كنوعدكم انكم غتشوفوا شي حاجه زوينه سيرتو في قناه احمد جبر اما الان عزيزي المشاهد اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه أحبكم في الله دائما وابدا والسلام فوالا هذا هو موقع سيتاب جيم وهذه الكارت جرافيك من او سي بي سي جيمين كما قلت لكم فهي شركه امريكيه والثمن ديال جي فورس ار تي اكس 20 سوبر 2890 درهم وإذا عندك اي سؤال اي استفسار خلي لي في خانه التعليقات وان شاء الله غادي نجاوبك